في المحلقة رح ننتقل لموضوع تاني مشاهدينا مع دكتور هادي حمزة، مدير عام برنامج جينيوس ماب اي سي ماس بالعالم. صباح الخير لك وأهلا وسهلا فيك دكتور حمزة، وكمان معنا جنى برو عباس مصطفى. أنت أبطال العالم ونلتوا الجائزة مؤخرا بلندن، ورح نحكي قديش لبنان حصد جوائز بهيدي البطولة. دكتور حمزة، خبرنا أكثر بالبداية وعرفنا عن هذا البرنامج. جينيوس ماب اي سي ماس هي مؤسسه بلشت من سنه 2008 بلبنان، ونحن كل سنه بنشارك بكومبيتيسيون مسابقه محليه ودوليه. 2012 طلعنا على اليابان، كان عندنا 6 مراتب من اول 100 بالعالم. 2014 كان عندنا محمد المير اللي طلع بطل العالم بالمانيا. 2015 نحن من جمعه كنا بالاردن، كان في المسابقه الدوليه مشارك فيها 13 بلد بالعالم. كان عندنا 11 تلميذ من لبنان، 11 تلميذ اخذوا المراتب الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. جنى وعباس حصلوا على المراتب الاولى بالمسابقه بحسب المستويات اللي هن فيهم بالليفلز. والحمد لله نحن من فتره من 10 ايام بس عملنا المسابقه بلبنان اللي هي ناشونال كومبيتيشن، كان فيها بحدود الالف تلميذ من كافه المدارس والمراكز بلبنان اللي بتعلم هيدي المهاره. هيدي المسابقه كان فيها 1000 تلميذ، وتعد ثالث أكبر مسابقة بالعالم من بعد الهند والصين. هذه المسابقة تفوق فيها التلاميذ اللبنانية بشكل كتير، لدرجة أنه بتذكر المقدم اللي كان عم بيزيع النتائج قال أنه اللبنانيين اكتسحوا النتائج، يعني ما خلوا شيء لغيرهم اللبنانية. بعتقد لبناني بكل المجالات عن جد دائما اسمنا عم بيكون عم بحلق بالعالم بفضل ناس مثل جنى وعباس. نحن منفتخر فيهم بسبب كمان مؤسسات عن جد جهود انتم يمكن عم بتحطوها ومهمه كثير. كتار بيطرحوا السؤال اكيد قبل ما انتقل لاحكي مع جنى وعباس قديش بيعني لهم هذا الموضوع وقديش بفيدهم، كمان بيطرحوا سؤال الكالكول مونتال شو بفيد؟ اوكي، نحن يعني بالاساس بيقولوا كثير يمكن كانوا قبل انه بالمناهج القديمه كانوا يمكن يصير في حشو للتلميذ، ولكن بالحياة بالتطبيق ما بفيدنا المات أو الكالكول. أول شيء نحن الناتج الأساسي من البرنامج هو الكالكول مونتال، ولكن نحن اللي مندرسه بقلب الصفوف عنا بالمراكز وبالمدارس هو من قوي التركيز عند الولد والذاكرة عند الولد والتحليل والمنطق هو اللي بنشتغل عليهم، ومنهم نحن من أول ولد ليصير أشطر واحد بالرياضيات بصفه، لأنه كله أصلاً بيتبع بعضه بالحق. خليني فرجيك نحن جزء من اللي نحن منسويه نحن بالكالكيل مونتال هيك مباشر قدام الكل. حنعطي نحن معادلة لجنى وعباس مع بعض، هيدي نحن محضرينها. هلأ في شيء نحن محضرينه وفي شيء حأعمله منه محضرينه لفرجي كمان قديش مزدقية البرنامج. بس لنشوف الأجوبة إذا صح. حنبلش أول شيء بأديسيون سوستراكسيون الفتو ديجيت لرقمين ونشوف قديش هن بيقدروا يجاوبوهم بسرعة. وأنا حيكون معي الكالكوليتر. أوكي. وفي ضغط الكاميرات كمان هلا هيك جنى عباس ما بتفرق معك يا عباس أبدا. أوكي. حبلش بالمعادلة الأولى 45 بلس 36 بلس 21 بلس 98 plus 21 plus 65 plus 78 plus 15 plus 23 plus 20 equal 42. Wow. عم بتشوف الكاميرا يمكن للجواب يعني 42. انا طلع معي غير جواب. ليش حنعمل وحده بالديفيزيون. اوكي بالديفيجن وهيدي الديفيجن حنختارها. اوكي 8935 divided by 5 equal 1787. واو عن جد واو. طيب. حنعمل وحده في بعد الفاصله 20 رقم. اوف اوكي يلا هيدا نختم فيها ما بقى تعيش من ضغط لجنى وعباس. 7351 ديفايد باي 7 ايكوال
1050.14285714285. اوه ماي جاد، بعد عم بكفي الكالكولاتريس ما كتبتهم. هيدا جزء من اللي بيعرفوا. طب اي عمر ببلشوا؟ خلينا نحكي شوي مع جنى وعباس لانه ما بقى كثير معنا وقت. شو بيعني لك هذا الموضوع؟ شو بيساعدك بحياتك؟ قديش بتحسي حالك مميزه عن غير طلاب، غير تلاميذ، غير ناس بعمرك؟ هلا انا ساعدني كثير بالمدرسه بقصة التركيز والحفظ، يعني قبل ما كنت كثير هالقد قويه فيهم، وانه يعني بطلع بالصف انه اولى هيك. شو حلو. ايه بتحسي حالك عن جد مختلفه عن البقيه. وعباس بدي اسالك، لك باقي الاشياء قدام هيك هلا شغله لنا يعني يمكن كثير صعبه، بتهون يعني غير اشياء بتهون قدام هول الاكواسيونات، هول الاشياء اللي شفناه هون؟ اكيد كل شيء انا عم بعمله حيهون علي قد ما تمرنت، وانا كل يوم بدي اتمرن عشان اتفوق على حالي، ضلني بصير عندي اكسبيرينس زياده. وانا بس كنت قبل ما اتسجل اي سي ماس كنت تلميذ ضلوا يسقط 50 من اصل 100 على الشهاده، بعد ما تسجلت تاخذ 75 على الشهاده، وقمت حددت المدرسه بعد ما فوتتني على هالبرنامج. عم نشوف هون الطريقه، الطلاب كيف ببلشوا، من اي عمر ببلشوا دكتور حمزه؟ نحن بناخذ من 4 سنين. نحن متواجدين بكل الاراضي اللبنانيه من الشمال للجنوب. هول 1000 متسابق عم يتباروا على 200 عمليه حسابيه لحتى نشوف مين بطل العالم بهيدي الحسابات. اولادنا بكونوا الاهل عم يحضرون مباشره مثل ما شايفين بالمدرجات. الاحلى من هيك ما بتسمعي صوت بيمرق من حدهم الواحد بيحكوا معهم، ما بيردوا عليه لانه بيكونوا بتركيز عالي جدا. كونسنتريشن عالي جدا مثل ما شايفه. عاده الولد متعود يعمل مسابقه بقلب صفه في 20 30 تلميذ، مش يكون في 1000 تلميذ، في جمهور عم يحضر، في ناس عم بتشوف، في ناس عم بتشجع، والاهل شايفينه مباشر، والكاميرات والتصوير والاناره والاضاءه. هي اسمها سوربان. سوربان سوربان اللي هي أوكي. او بسموها الاباكوس. هيدي السوربان باليابان، لانه احنا كل شغلنا مع اليابان. هيدي السوربان عمرها 2000 سنه قبل الميلاد موجوده. بنساوي عليها، بصير الولد اول شيء بيشتغل عليها، من بعد فتره بصير بشيل السوربان على جنب، بصير بيتخيل انه هو عم بيطلع عم بيطلع وينزل الخرزات، لانه من كل خرزه عم بيحركوا ايديهم، عم بيحركوا اصابعهم. حتى عباس عنده مهاره تدرب عليها مؤخرا، واللي هو نعطيه مثلا تاريخ ميلادك، يعني السنه الشهر واليوم، يعني اي ديت، بيقول لك اي يوم انت خلقاني، مثلا اثنين ثلاثه خميس جمعه سبت. حنعمل اكزرسيس صغير. حنروح على الكلام، متى خلقان يوم السنه والشهر؟ حنروح على الكلام، يعني اعطونا شي سنه. اوكي خلينا نقول، اعطينا رقم جوزيف. يلا 30 مايو 1978 خليني اقول اول شيء السنه 78 السنه 78 مشان نجيب الكلام حتى نتاكد منها. 1978 ايار 30 ايار، يعني شهر ماي شهر 5 ب 30 ايار. فزن 1978 كان نهار 3 يوم اللي خلقت فيه جوزيف. 3 تطلع ب 30 الشهر 3 مزبوط. واو برافو. فنحن حظه حلو. تخيل ما خسنا بالابراج. بس انا كنت بدي اقول شغله قبل شوي على السؤال اللي مرق، انه بيعني للاولاد انه نحن اولادنا بيصيروا متفوقين بالمدارس طبعا. والمناسبه اي طفل فيفوت مش شرط يكون تلميذ متفوق، يعني ما بيهمنا اذا كان انتم بتعملوا سيرفيس. نحن بنشتغل عشان هيك السلوغون تبعنا نحن انه احضره طفلا وخذه عبقريا. نحن الستودنتس بيجوا لعنا من 4 سنين، في يجي لعنا 6 سنين، في يجي لعنا 8 سنين، في يجي لعنا 11 سنه 15 سنه وات ايفر قديش عمره. بنشتغل عليه بس ساعتين بالاسبوع، يعني ما يفكروا الاهل انه لا هيدي مدرسه خاصه وبدهم يوقفوا مدرسه، ابدا. بنشتغل عليه بس ساعتين بالاسبوع، بهول ساعتين بالاسبوع بيوصلوا اولادنا ليصيروا الاوائل بصفوفهم واوائل متميزين. انا بدي اتشكر حضوركم دكتور حمزه، جنى وعباس، وعن جد بتكبروا القلب بس نشوفكم. وتحية أكيد لكل شخص وراء هيدا المؤسسة عم يشتغل عن جد لحتى يكونوا يمكن شبابنا
عم بيركزوا اكثر، عم بيتفوقوا وعم بيرفعوا لنا اسمنا بكل المجالات من خلال يمكن المؤسسه تبعيتكم. واهلا وسهلا فيكم دائما ببرنامجنا. ميرسي لكم. بتمنى من كل المشاهدين يفوتوا على الفيسبوك تبعنا اي سي ماس جينيس ماب، بفوتوا على لبنان بشوفوا نحن شو عنا انجازات بلبنان وبالعالم، وبيشجعوا جنى وعباس وال11 تلميذ اللي ربحوا المسابقه العالميه. شكرا كثير لحضوركم مره ثانيه. شكرا جنى وعباس. مشاهدينا فاصل، بنكون مع اخر لقاء معنا لليوم ببرنامجنا، خليكم معنا.